السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. بلا شك ان بزاف ديال السيدات اللي كيتاخر عندهم الحمل كيديروا عده فحوصات، ومن بينهم هذا الفحص اللي غنذكر في هذا الفيديو اللي كيسولوا واش انه كيمنع الحمل، وكيبقاو متخوفين من هذا الفحص هذا. فالاجابه على هذا التساؤل هذا اكيد غادي تكون في هذا الفيديو هذا، اذا تابعي معايا حتى الاخير باش تعرفي جميع المعلومات وشكون النساء اللي خاصهم يديروا هذا الفحص هذا قبل ما يتأخر عندهم الحمل أكثر وأكثر. بطبيعة الحال دعموني ديما بتشجيعات ديالكم، وصلوا للفيديو الأكبر عدد من اللايكات، 2000 لايك وأكثر، علاش لا، باش تعم الفائدة ويوصل لجميع السيدات المتأخرات في الإنجاب، لربما أنهم يكون عندهم هذا التساؤل هذا ويتم الإجابة عليه في هذا الفيديو. شنو هو أشعة الصبغة للرحم؟ شكون هما السيدات اللي خاصهم يقوموا بهذا النوع من الفحوصات؟ وما هي فوائد هذا الإجراء الطبي؟ إليك هذه المعلومات كاملة من هذا الفيديو هذا. أشعة الصبغة هي نوع من الفحوصات والإجراءات الطبية اللي كيتم اللجوء إليها في حالات معينة من ضمنها مشاكل الرحم. ما هي أشعة الصبغة للرحم؟ أشعة الصبغة هي نوع من أنواع فحوصات الأشعة السينية، واللي كيحصل من خلالها الطبيب على كافة التفاصيل اللي كيحتاجها عن حالة الرحم وقنوات فالوب الصحية. هذا الفحص هذا كيتم استخدام مادة كتكون يعني ملونة كتساعد على ظهور قناتي فالوب بوضوح في الصور الإشعاعية. هذا النوع من الصور الإشعاعية تحديدا كيتضمن عمل فيديو كامل لداخل الرحم، ما كتكونش مجرد صورة ثابتة فحسب، ولكن كيتم أخذ واحد الفيديو باش السيدة ملي تمشي للمنزل ديالها تزيد تأكد من هاد المعلومات اللي غادي يقول لها الطبيب وتشوفها بالصورة، يعني كيكون صوت وصورة باش الطبيب كيشرح لها أكثر وأكثر. بطبيعة الحال أن بزاف ديال السيدات كيتخوفوا من هاد الفحص، كيقولوا واش ممكن يأخر لنا الحمل ولا لا، وكيبقاو يعني مترددين واش يديروه ولا لا. الطبيب كيقوم على بإجراء مراقبة للصبغة أثناء تنقلها عبر جهاز المرأة للتمكن من تحديد أي انسداد حاصل محتمل في قنوات فالوب أو أي مشاكل أخرى في الرحم. علاش كيتم إجراء فحص أشعة الصبغة؟ كيحتاج الطبيب للقيام بهذا النوع من الفحوصات في حال كان لدى المرأة مشاكل في الإنجاب، أو في حال عانت من مشاكل سابقة في الإنجاب مثل الإجهاد المتكرر. يعني هذه الأشعة هذه مزيانة السيدات اللي كيعانيوا من الإجهادات المتكررة، باش كيعرف الطبيب شنو هو السبب ديال هذا الإجهاد وكيتم حين ذاك العلاج. فهذا الفحص كذلك كيساعد في تحديد سبب الخلل الحاصل في الجهاز التناسلي باش السيدة كتحمل بشكل طبيعي. من الممكن أن يظهر الفحص وجود أحد المشاكل التالية، منها أمور غير طبيعية في الرحم ممكن تكون وراثية أو مكتسبة، انسدادات في قنوات فالوب، وجود أنسجة زائدة في الرحم، وجود ألياف في الرحم، وكذلك وجود أورام أو أكياس في الرحم، والرغبة بالتأكد من نجاح عملية مؤخرا، يعني جراتها السيدة مؤخرا باش يتأكد الطبيب أن القنوات تم الفتح ديالهم عن طريق هذه الأشعة بالصبغة. يعني ذكرنا جميع الفوائد ديال هذه الأشعة هذه، وأنها كتبين الطبيب مجموعة من المعلومات باش كيتمكن أنه يتقرب للعلاج المناسب. بالنسبة للتحضير لفحص أشعة الصبغة، كاين بعض الأمور اللي خاص ضروري السيدة المقبلة على القيام بفحص أشعة الصبغة أنها توقعها، يعني ضروري قبل إجراء هذا الفحص. بعض السيدات كيمكن يحصل لهم واحد الألم نتيجة هذا الفحص هذا، لذلك كيوصف الطبيب بعض أنواع المسكنات ديال الألم واللي كتخاد قبل ساعة من القيام بالفحص. ممكن كذلك يقوم الطبيب بإعطاء المريضة مضادات حيوية منعا لحصول أي التهابات أو عدوى، وكذلك بسبب التوتر ونظرا أن السيدات كيسمعوا مجموعة من المعلومات الخاطئة على هذا الفحص هذا، يعني ضروري أنك ما تبقيش تسمعي السيدات الأخريات اللي داروا هذا الفحص هذا، ممكن أنت الجسم ديالك يتقبله بشكل طبيعي وما يحصلش عندك هذا الألم هذا اللي كتسمعي به، وبالتالي غادي تشجعي أنك تقومي بهذا الفحص هذا بشكل سريع باش ما يتأخرش عندك الحمل.
بسبب التوتر والقلق ممكن تشعر بعض السيدات قبل الفحص بهذا الألم هذا الشديد، فكيقوم الطبيب بإعطاء المريضة مهدئات لترخية الأعصاب. عادة كيتم إجراء الفحص بعد عدة أيام من انتهاء دورة الحيض للتأكد من عدم وجود حمل عند القيام بفحص الصبغة الملونة. خاص ضروري السيدة تقوم بواحد إجراء اختبار الحمل قبل إجراء هذا الفحص هذا باش ما يسببش لها في إجهاض لا قدر الله. وكذلك خاص ضروري تجنب السيدة تماما يعني في حال أنها جرت هذا الفحص هذا وكانت مريضة ومصابة بنزيف، خاصها ضروري تقوم بعلاج هذا النزيف هذا باش تمنع الالتهابات اللي ممكن تحصل في الحوض. يفضل كذلك ترك أي مجوهرات أو معادن كترتديها المرأة في المنزل ديالها، فهذه ممكن تأثر على فحص أشعة الصبغة. يعني كل هذه الأمور هذه واخا بسيطة ولكن ممكن تأثر في النتيجة ديال الفحص. ما الذي يحصل خلال فحص أشعة الصبغة؟ هذا ما يحصل خلال القيام بإجراء فحص أشعة الصبغة. ممكن المريضة يعني ملي تكون جالسة على الكرسي المخصص مستلقية على الظهر مع فتح الرجلين وتني الركبتين، ممكن يعني تقوم بهذا الفحص هذا. وكذلك غادي يقوم الطبيب بإدخال واحد الآلة كتمكنه من رؤية عنق الرحم بوضوح، وهو أمر ممكن يسبب شعور بالانزعاج وعدم الراحة لدى المريضة. ممكن كذلك يقوم الطبيب بعد ذلك بتنظيف عنق الرحم وحقن بعض المواد فيه للتقليل من الشعور بالانزعاج، ثم يتم إزالة الأنبوب المذكور، وكيوضع بدلا منه أداة كتسمى الكانيولا. كيتم إدخال كذلك هاد الآلة هذه أو هاد الأنبوب الصغير إلى الرحم وقنوات فالوب من خلالها، ثم يتم القيام بأخذ صورة أشعة سينية للمرأة. ممكن يطلب منها تغيير وضعية الجسم ديالها أكثر من مرة. ممكن تشعر المرأة بألم وتشنجات أثناء ذلك مع تحرك هاد الصبغة في داخل الجهاز التناسلي. بعد الانتهاء من أخذ الصور كيتم إزالة هاد المادة هذه، ثم كتستطع المرأة العودة للمنزل مع بعض الأدوية اللي كيتم الوصف ديالها من قبل الطبيب المعالج باش تخفف من الألم ومنع الالتهاب. يعني كل هاد الأمور هذه ما كتستدعيش أن السيدة تكون قلقة وتردد أنها تمشي تقوم بهذا الفحص المهم والضروري لمعرفة انسداد الأنابيب اللي كيمكن أنها تمنع الحمل مستقبلاً. هل من مخاطر لأشعة الصبغة للرحم؟ أكيد أن هذا السؤال غادي تسول السيدة. ممكن تظهر بعض المضاعفات الجانبية للفحص وهذه أهمها، منها ظهور رد فعل تحسسي تجاه الصبغة المستخدمة، كذلك التهاب بطانة الرحم أو التهاب قنوات فالوب، وممكن يتصاب الرحم ببعض الجروح. ولكن كل هذه الأمور هذه ما كتستدعيش القلق، وخاص ضروري السيدة أنها تقوم بهذا الفحص هذا عند الطبيب، يكون طبيب متخصص ماشي طبيب يعني اللي ما عندوش خبرة في هذا المجال باش ما يكونش هناك مضاعفات على صحة المرأة. شنو كيتم ما بعد الفحص؟ يعني ما بعد فحص أشعة الصبغة ممكن تشعر السيدة بألم وتشنجات، كتشبه هذا الألم إلى حد كبير تشنجات الدورة الشهرية. كذلك ممكن يظهر نزيف خفيف جدا أو إفرازات غير طبيعية، وكذلك الشعور بدوار ودوخة مباشرة بعد انتهاء الفحص. وقتاش خاص السيدة تقلق؟ يعني متى يجب على السيدة القلق؟ إلى لحظة المرأة ظهور أي من الأعراض التالية عليها استشارة الطبيب فورا. هذه الأعراض هي حمى وارتفاع في درجة الحرارة، ألم وتشنجات شديدة وحادة، ظهور رائحة غير مستحبة، وكذلك الإغماء ونزيف قوي مع تقيؤ. هذه الأمور هذه لشفتها المريضة خاصها ضروري توجه للطبيب فورا باش ما يكونش هناك مضاعفات على الصحة ديالها. واش هذا الأمر هذا كيمنع الحمل؟ أكيد أنه ما كيمنعش الحمل، وهذا هو السؤال اللي طرحته في أول الفيديو. فالأمر ما كيمنعش الحمل، هذا الفحص هذا مجرد فحص روتيني
كيعتمدوا الطبيب بالإضافة إلى مجموعة من الفحوصات الأخرى باش كيتم التوصل لعلاج مشكل العقم لدى السيدة، وكيتم حين ذاك العلاج بطبيعة الحال بشكل طبيعي ملي كيتوصل الطبيب لمعرفة السبب لتأخر الإنجاب. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم بطبيعة الحال ديما دعموني باللايكات ديالكم وخليولي تعليق أسفل الفيديو. إلى اللقاء مع فيديو مقبل.